نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية بقرية باقور بمركز أبو تيج في إطار مبادرة رئاسية حياة كريمة. ونجحت القافلة في يوميها الأول والثاني في توقيع الكشف الطبي على 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية. يأتي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً. قافلة علاجية طبقا مبادرة رئاسية حياة كريمة. احنا بنتحرك من قريه لقريه، بنقدم خدمه علاجيه مجانيه ذات جوده عاليه. كل الاطباء اللي معانا استشاريين واخصائيين، بنروح للناس لجات عندهم. العلاج معانا متوفر بكميات تكفي 6 شهور واكتر، متوفر بنهايه الشهر الواحد، مفيش اي اصناف ناقصه، كل الاصناف موجوده، موجود بكميات كبيره، وموجود اصناف كتيره برضه. عدد الاصناف اللي معانا كبيره، معدي 120 صنف ادويه موجوده كل الاصناف. المريض بياخد العلاج بتوصف له، بنقول له على الاستخدام بتاعه، لو بيتعارض مع الاكل بياخده او بيتعارض مع دواء بياخده برضه بنتبهه. العلاج بيكفي مده العلاج بالكامل، هو مش محتاج يشتري لغايه ما يكف تماما.